مباراته الممتعه النهارده. مظبوط كابتن بلال، تفوق وسط الملعب النهارده للنادي الاهلي كان ليه الدور الاكبر في الافضليه للنادي الاهلي الشوط الاول. الشوط الثاني يمكن التغييرات قللت الوقت الوضع شويه. وانت عايز بعد الخمسه نعمل ايه؟ بيني وبينك الست بيني وبينك كنت معاه في الست. انا كنت طبعا انا ممكن ما اتكلمش فاني ممكن اقول فات. انا احب كده. بس انت ايه رايك في جولين ديانج؟ لانج هنضحك بقى. انا عندي سعاده حكايه. لا 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 خلينا في وسط ملعب النادي الاهلي. البعض تخوف من اشتراك الثلاثي